السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله باش نكملوا في الفورماسيون اللي بديناها، فورماسيون تاع بيتون. أول حاجة نمشوا للسيت اللي باش ناخذوا منه الفورماسيون، باش نتبعوا الفورماسيون اللي فيه، اللي هي W3Schools. معظمكم أكيد يعرفوا السيت هذا، معروف. نمشوا للتيتوريالز لهنا، بعد نمشوا للير بايثون. باهي، نحنا بدينا باش نتبعوا الفورماسيون هذه. بالطبيعة ما تنسوش الشين يوتيوب متاعي اللي هي اسمها فيرباك. جيز تدخل على اليوتيوب وتعمل ريشيرش على فيرباك باش تلقوا الدروس والا السلسلة هذه الكل موجودة على اليوتيوب. هذه الكل موجودة، ديز اكزامان على الباك موجودين. اخر فورماسيون اللي هي بديتها تقريبا توالي 4 ايام، اسمها بيتون، بتبيع على اللونجاج بيتون. كما تشوفوا لهنا، هذه الشين متاعي. بطبيعة اللي مش هو عامل سبسكرايب للشين، يعمل سبسكرايب باش يتبع، باش يوصلكم الفيديوهات الجديدة متاعي. ومرحبا بكم بطبيعة في السلسلة هذه. بطبيعة اللي ما يعرفش اني باش نعمل، اخترت مجموعة من الاشخاص اللي هما تقريب، باش نقسمهم على جروبات ممكن أكثر حتى من 60 شخص. هذه سيتان فورماسيون غراتوي، سامحوني، سيتان فورماسيون غراتوي اللي يحب يتعلم البيتون. بالطبيعة بالطبيعة باش نبدو مبدئيا، حتى اللي ما عنده حتى فكرة بالبرمجة والبروغراماسيون ينجم يتعلم، ما فيها حد شيء. ان شاء الله هو موجود برشا لهنا. مبدئيا بدينا بالبيتون، ان شاء الله باش نبدو واحده واحده، نجمو حتى ندخلو مره جايه نحكو على البي اتش بي، الاس كي ال، جافا سكريبت. ان شاء الله واحده واحده، وكي نلقى في الدورات هذو ناجحين ان شاء الله، علاش لا نكملو دورات اخرى. به حكينا المره اللي فاتت على شويه على السنتاكس، على لي كومونتير، البرنت. برنت هذه شنو تعمل؟ اللي هي تجي تستعمل افيشاج على الاكران، حكينا فيها في الفيديو اللي فات، باش ما نبقوش نعاودو. حكينا على لي كومونتير شنو هما الفايده نتاعهم. زاده لي كومونتير انك كومونتي الكود نتاعك، الكود نتاعك اش معناها. مثلا انت عندي برنت هذه، هذا الانستركسيون اللي كاتبها انت البروغراماسيون، تجي تعمل قدامها كومنتير، تعمل مثلا اكسبليكاسيون للكود هذا، الكود هذا شنو يعمل، كي باش تعمل كومنتير تجي تعمل دييز هذه، تعمل كومنتير على روحك. اش معناها كومنتير؟ معناها تجي ديسكريبسيون للكود نتاعك، والا تقسم تنظم به الكود نتاعك. في بالنسبه للكومبيلاتور، كي يجي اكزيكيتي البروغرام نتاعك، يعتبر اي حاجه يلقى قدامها دييز يعتبرها مش موجوده. فهمتني؟ هذا كاش معناه كومنتير. باهي، باش نتعدوا، حكينا فيه الحصه اللي فات، اللي ما عندوش فكره على الكومنتير وعلى الشيء هذاك، جيس يرجع يتفرج على الفيديوهات اللي فات. نحكي توا، نحكي بزربه لاني ما نحبش نطول في الفيديو، كي طوال تولي حاجه حتى المنفعه ما توصلش. فهمتوني؟ باهي، توا باش ندخلوا ل البايثون فاريبلز. اول حاجه باش نشوفوا البايثون فاريبلز، اش معناها الفاريابل. الفاريابل كيما قلت لكم، زاد حكيت عليه شوي بزربه زاد المره اللي فاتت، اللي هو شنو هو الفاريابل. فاريابل سيتان هو حاجه معناها تسجل فيها دوني. اش معناها الكلام هذا؟ معناها مثلا انت جيت باش تشرب، اعطيته المثال المره اللي فاتت، جيت باش تشرب، باش تعمل، باش تجيب كيس ولا دبوزة تحط فيها الماء، ولا كيس مثلا تحط فيه الماء وتشرب. اش عملت انت تو؟ انت سجلت او حطيت الماء في الكيس باش تشربه. يعني شنو يمثل الكيس بالنسبة للماء؟ هو المحتوى او بلاصة خزنتي فيها لي دوني متاعك باش ما يتكبش الماء. دوك نفس الشيء الفاريبل، الفاريبلز هو حاجة تسجل فيها لي دوني نتاعك، المعلومات نتاعك. اش معناها؟ مثلا لهنا ناخذ اكزامبل، او موجود لهنا الاكس هو كيما الكيس، شنو حط فيه لهنا؟ احنا الكيس حطينا فيه ما الاكس، الكيس نتاعو لهنا حط فيه لي ليمون 5. باهي،
يعني شنو؟ يعني سجل في الإكس حط فيه 5. بي بصفة عامة اش معناها إكس؟ اش معناها الفاريبلز؟ سيتان نقولوا نحن اسباس ميموار في البي سي نتاعك، من غير لا ندخلوا التفاصيل برشا، لانه كان دخلت برشا تفاصيل ثم شكون ما يعرفش لانفو اصلا، ما يعرفش معناها سباس ميموار، فهمتوني؟ دونك لان بالنسبه للاكس هو انتم شنو تشدوا تو فاريابل تسجل فيه دي دوني، ما يهمنيش فيه النوعيه نتاع الدوني تو نعرفوها مستقبلا. حاليا لي دوني شنو ينجموا يكونوا؟ كيما ينجموا يكونوا اعداد، كيما ينجموا يكونوا دي تكست، هذه اللي تشدوها مبدئيا. دونك لهنا الاكس سي تان فاريابل حطينا فيه 5، سجلنا فيه دوني 5. الايغريك سجلنا فيها لي دوني تكست، ديما لونتي ما نحطوش اونتر دو كود كيما التكست، لهنا التكست نحطو اونتر دوبل كود على اليمين ودوبل كود على اليسار. واضح؟ ايه. وبرنت، برنت شنو تعمل؟ كيما قلت لكم المره اللي فاتت، تفيشي ميساج. اش معناها؟ لهنا كي نقول له برنت اكس باش يبرنتي لي، باش يافيشي على ليكرون، باش يافيشي لي شنو فيه الاكس، ونفس الشيء الايغريك. باهي، الحاجه الباهيه كيما قلت لكم الموقع هذا دبليو 3 سكولز باش يعطيك حتى تكزيكيتي يعني الكود نتاعك. لان كيما شفنا الاكس فيها 5، الايغريك فيها جون، برنت اكس لان اش معناها؟ معناها يحب يشوف يافيشي على الاكرون شنو فيه الاكس. دونك لهنا او الريزلتان نتاعنا افيشي لك الخمس. بالنسبه للايغريك تحتها من المفروض الايغريك شنو فيها جون، هذاك علاش في الاكرون باش تظهر لك 5 من الاول والجون. اش معناها؟ معناها لهنا الاكس راهي فيها 5 والايغريك فيها جون. بي اكزامبل ثاني، هذه اكزامبل اللي بعده اعطيك نفس الشيء، اكس ايتيغال كات، وحاطين لك حط لك شين فيه سيلي شين دو كاركتير اللي هو الاكس من بعد. باهي، لان شنو صار؟ لان اش عمل لك من الاول؟ حط لك الاكس فيها كات اللي هو عدد، او نكتب لك كومونتير كيما قلنا نحن دي اس سي تان كومونتير، باش تعمل كومونتير باش ما يصير، فقط باش تفسر انت الاكسبليكاسيون تاع الانستركسيون هذه. كتب لك اكس از اوف تايب انت، معناها؟ معناها راهو التيب نتاع الاكس. نحنا بطبيعتنا الفاريبلز عندنا فيهم يعني انواع دي تيب، ثم لونتي، ثم شين دو كاركتير، ثم برشا انواع البوليان، ثم برشا حوايج. لهنا شنو عمل لك؟ كي يحط لك الكات العديد اللي مش بالفاصل تتسمى انت. وين باهي؟ لهنا نفس الفاريابل حط فيه من الاول، حط فيه انت وبعد حط فيه شيندو كاركتير اللي هو شيندو كاركتير اش معناها؟ تكست. واضح؟ دونك لهنا الاصل تصير مشكله في الاكزيكسيون. علاش الاصل؟ فما دي لونجاج ما يقبلوش مثلا تحط له فاريابل من الاول حطيته له انت، دونك ساي ما عادش تحط فيه كان لي زونتي، حطيته التيب نتاعو شين دو كاركتير ما يقبل كان لي شين دو كاركتير. الحاجه الباقيه في البايثون لهنا كي تحط له اكس اونتي من الاول اللي هو عدد 4، من بعد تحط له شين دو كاركتير، لهنا يعمل كونفرسيون وحده للاستير. الاستير هي سترينج اللي هي شين دو كاركتير. نشوفوا ليكزيكسيون هل انه باش يعطينا ايغريك، باش يعطينا ايرور ولا لهنا ما عطاش ايرور. علاش؟ لانه من الاول كي حطيت له انت الكات اكس ايتيغال كات، اخذ الاكس الفاريبل اكس كانه اونتي، يعني ديكلارا الاكس سي تان اونتي. كي حطيت له في نفس الفاريابل من بعد اكس ايغال سيلي، لهنا فسخ القديم وحط فيه سيري بالطبيعه، مع العلم انه عمل كونفرسيون للاكس اللي كان تونتي، حولها لشين دو كاركتير باش يقبل الميساج سيري، وعملت برنت لهنا، عملت في شاج نتاع المحتوى نتاع الاكس اللي هو ولا فيه سيري كيما تشوفوا لهنا، هاي الريزلتا سيري. به ما نطولش عليكم تو باش ما نطولوش في الفيديو، نكملوا الحصه الجايه ان شاء الله في الفاريبلز. واللي يتفرج علينا ما ينساش يعمل سبسكرايب، لايك للفيديو وبارتاج باش
انتفعوا به برشا جماعة، ومشكورين، والسلام عليكم ورحمة الله.